حكومة Soomaaliland ayaa waxa ay gaarsiisay deeq raashina deegaano hoos yimaada magaalada Saano ee gobolka Soomaaliland Soomaaliland deeqda raashinka ayaa waxa dadkaasi gaarsiisay hay'adda u diyaar garowga korta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deeqda raashinka ayaa waxa la gaarsiisay deegaano ay ka tirsan yihiin deegaano ay ka mid yihiin Guumeys Samakaab iyo deegaano kale oo dhamaantood hoos yimaada magaalada Saano ka tirsan gobolka Soomaaliland ee Soomaaliland deeq raasi markii halkaasii la gaarsiiyay waxa halkaasii warbaahinta kula hadlay Xamse Cabdi Qurbaani waxaanu ka waramay ka hay'adahan iyo xukuumadahan sidee mar walba bulshadooda ay ula dareen ka yihiin waxaanu sheegay in deeqdan ay ka faa'iideysan doonaan dad fara badan isla markaana ay isugu jiraan dhamaan raashinka noocyada kala duwan oo dhameystiran waxaan joognaa deegaanka Guumeys hukoomada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan mas'uuliyiinta hay'adda diyaar garowga afoonka ee raashinka qaranka وهرمودك كي هاي مدن فيصل علي الشيخ محمد يقدم يكحجين كفيصل جامع حرس حوتي ديجان كجوميس وحن سوق عرسين داغنا صدح بقوله قيس وككوبان لحيتهم كواسوي سوق رسريد سنكر بريس دقيق باستو يتمر وحن صير رسمي يقول رجينا ناو نقوله ريجيا وضياش جديدة يمسولين تديجان كجوميس صير رسمي أنا نقول رجينا يدل عرسين دونو بشدة baahida u qabta ay ka soo jeeda deegaanka Guumeys hukoomada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in deegaanada gobolka Sool ee hoos yimaada ay mar walba si joogto ah ula qaybsato dhibaatooyinka ka jira hadii ay noqoto ka warhaynta bulshada hay'adda diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranku deegaanada hoos yimaada gobolka Sool waxay soo gaarsiisay 1000 qoys kuwaasi oo kala ahaa Guumeys 300 qoys Yagoori 300 qoys Samakaab 300 qoys عذيبور أو بقول قويسة وحنا لوجو تلاقي دلعي بلشدة كده قن ديجان ندن قبل كسول هو سمع دا أنت سكت قبل كسو حكى لقار كم إذا ديجان كو كم هذا عليه حكومة الجمهورية الصومال الرشيكة سايو كانت يشيد وكل هاي دا ودي يرجعوا يكورتجا فوينكا ما دام عايشين حل قال إنه يباه وينو قبين إسلام ركان اللجل يور رمضان أبارة إيران تدفر بدن أو كسوق هاي عرضها الله سعرنا أي كسو جيهين كواسو يجو قلود سوى نقف إذا سندونا ديق لا سر رشينكا وحنا حكومة الجمهورية الصومال لو جباقين إن ده الكاس سي ودان يجو شجعي إنه يسود وينيان وحنا يدهدين كسو جنا هي مقالة جوميس وحنا سود ويني ساك ونو يمرشين كان الله كاني إيساك نوي ميسد حرايتم كاكوبان وانو قدومني وانو كا قدومني دادكي ودي عناقو اه دادكي بلشادة وشاقين تري قد دي اها وانو قدومني راشن كا وانو نكو فرحسان هاي صراحة واي حلي عدك بالو قتري حلي عدك مركا لو قترينا بلشاو والي بدد كيدا يدا الله دبالتا يدا نكرو قادة هاد دواسي كاردكتو قوميسيدا راشن كان لو كاني وانو قدومني دادكي سينا وسود ويني ودكونا وانو بدقليو الله ذا هرتم مرك كوباد محل وحنا نكمل نهار نقول ياش الدجاج كصنكاب ما تحن السوق علي راشين كي من حكومة الشمالية السومالان هيدا وديار جرو يك أفوينك نرفورد راش كاسوك كومن لحق تم أو دم يسترن أنا أقول هذا نافك وياشي يدل يرد مقالة ونكو قدوني ونسيد لو تغلب عن دتك باهيها لو سودي براش كانو سيرنا وأنا سودوي إن ما ح نرفض ما تنرد شوكة حن خلاص ربنا إنا نحن فرينا قدر إنه حكومة دا يهاي ده إنترناشنال كه خلابة إن المشي إنه متقرية تاعي وواحد بعتوك كشري عايزين شرين حياة كست أو ربطين إذا تكمل سوق عارض سنة أيمن كرتوا يا حكومة دا وحكاية منايا هل كان واحد ويا إن سمكاب تلو سمكاب إن هل كان واحد إنه هو قدوه منا راشين أنا كنت قدوم هنا حاجة دان نكفور راشين ترادي السودان تها يستدح بقوله قيس وقت شن أيتم لح أيتم لح أيتم مسؤولين تي تيجان كسبكاب أنا كنت قدوم داق راشين حاجة دان نكفور صدح بقوله قيس تدي قدومي وشاعي لح أيتم تدك أبارو يعلاه وحي الليين لوجود داقي aad iyo aad buu mahadsan yihiin cidina oo keentay dhamaan hay'adaha kale waxaan ku boorineynaa inay keenaan deeqaha hay'adeed ee bilaadamka lacago qard qotol daruuri hooy wax walba in loo keeno hay'adaha kale aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa
واو اسبوع كيسو في عايز احيو وكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد